أتحدث مع وزيرة الثقافة السابقة في المغرب وفنانة كبيرة، وكانت بتحكي لها حكايات، وكل الناس كانوا قاعدين منتبهين جدا، واكتشفت إن أنا عمال أقرب من كرسي لكرسي لكرسي لغاية ما بقيت قاعد على الأرض جنبها وقاعد أسمع، كأني بتشبع بكل اللي هي بتحكيه، كأني بتعلم بكل اللي هي بتحكيه، وكأني بكبر كل اللي هي بتحكيه. ودي تاني مرة كنت أقول إن أنا افترض إن سميحة أيوب بيكبر وبيتعلم وبيكون أكثر نضجًا. فقلت لها: يا أستاذ سميحة، أنا نفسي أسجل الكلام اللي إحنا بنقوله ده، مش عارف نعمل مسرحية عنك ولا خليكي تتكلمي وتطلع كل شخصياتك اللي مثلتيها قبل كده تتكلم معانا كجمهور، ولا أجيلك أسجل معاكي الكلام ده. بعدها بسنة رحت لها البيت وخدت كاميرا يعني هاوية كده، وقعدت معاها لمدة 10 دقايق، حكيت لي حكاية، قلت لها أنا طبعاً في كل الحكاية، وعملنا مع المخرج أحمد عواض، سجلنا أيام كتير، فضلت تحكي 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 تحكي. الأستاذة سميحة وثيقة عظيمة فيها كل حكاياتها وأعظم حكاياتها. أنا اللي سمعت مدام سميحة وهي بتحكي حكايتها وهي داخلة المعهد، وأنا اللي سمعت حكايتها مع دستان وأنور السادات، وأنا اللي سمعت حكايتها مع الرئيس السوري حافظ الأسد، وأنا اللي سمعت حكايتها وهي على خشبة المسرح في ليلة عرض، كان يعني تصادف أن يكون والدها قد رحل في هذه الليلة. فقصدي فضلت أسمع أسمع، وسجلنا وعملنا فيلم مدته 50 دقيقة. وكان وزير الثقافة في الوقت ده الأستاذ حلمي النمنم، وكان الاحتفال هيتعمل في المسرح القومي. فقلت له: أنا عايز أعرض الفيلم 50 دقيقة ده على الجمهور. قال لي: هنقعد 50 دقيقة نسمع في المسرح؟ مش ده بيكون إيقاعه مختلف؟ قلت له: معلش تعالى بس نتفرج. اشتغل الفيلم على شاشة المسرح في المسرح القومي، وفجأة الجمهور بقى بيسقف زي ما تكون مسرحية بتتعرض مش فيلم. يعني في لحظات في الفيلم الجمهور بيسقف على الحاجات اللي بتحكيها مدام سميحة. وأول ما خلص الفيلم الأستاذ حلمي النمنم لف لي وقال لي: طب ما جبتش ده، طب كويس إنك اختصرت الفيلم. قلت له: لا، دي 50 دقيقة اللي أنت اتفرجت عليها. هو لم يشعر إن 50 دقيقة دي مرت من كتر ما انبهر بكم الأحداث وكده. فأنا عايز أقول بس إن أنا ما عنديش حاجة أقولها أكتر من أنا كبرت بوجودي جنبك، وإنه نضجت بوجودي جنبك، وإنه يا رب يديم وجودي جنبك، علشان إنه أنا وفخور إن أنا العمل الأخير الدكتورة لمياء زايد لما اتكلمت وقالت إن سيادة الرئيس كرم السيدة سميحة أيوب، كان من إخراجي وكان في عيد الشرطة المصرية، وأصروا على إنه يعني سيد وزير الداخلية قال الوحيدة اللي ممكن تحكي تاريخ مصر هي مدام سميحة أيوب، وكنا متوجسين كلنا إن هي ما تكونش متفاعلة معانا، لكن هي قالت فورا أنا مستعدة أعمل ده، وصورت وطلعت على خشبة المسرح، وسيادة الرئيس قال لها: أنا عايز أطلع أسلم عليكي. ولما طلع سلم عليها قبل جميلها وقال لها إن إحنا بنفخر بوجودك. وأعتقد إن ده يعني في ناس المهنة بتتعرف بيهم، حدش ينفع يقول الممثلة سميحة أيوب، لكن ينفع يقول لما نقول سميحة أيوب بتتعرف بيكي مهنة التمثيل والفن عموما. أشكرك ويا رب يديمك في حياتك.